قبل هذا أنت هذا أي عالم كأدنى نقطتي حلي هاي ما هكلي هذا واحد أنت واضح لكن إلهي سبحانه وتعالى حكمة بكلية هاي قبل داس صومالي لا أي مسلم الله إندي جذو ما أنت النقطه وح أنتان قرحية كانوا النقطه أو سياسيين تي كشفة ومسؤوليات كشفة أو ظلم كشفة أو ديك بلنا مسلم أو ذات كشفة أي إلهي كلية هاي أي إكران ما هكلي جذو واحد أنت لكن حكمة با إلهي كلية حلنا هاي أنتاس وأرهن وين وإلهي سبحانه وتعالى ودبتشوه والله إناني نقرين أرهن عيار عيار أهو الله وكرته بقول الله العلماء زهادة مسؤولين وزيراء حلمانا ما قاعد انت دي قول روح خداتي أو محبا لقا هيني ما هذا أي حكمة ما يزوي دي سين ما أنت إنو إلهي كشفه وبنانك سوصاره دلك قبرنا ير إيسو مالذا حكمة باكد الميسا وعلى ذلك حسوسين إياه إنه دعضي زمن كي النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة هو عيدا أودري سيد ابن ماجه صحيح سنن كيس صحيح القوري حسن حديث حسنة إنه بحال لما قاله بي لدريرين مركي لدريرين بانن مركي ورنك اللغو كاني لبنن با ورنك اللغو كانتي مركاسو مركو ورنك أركي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ننسى وكيس تاعي نبكيس تاعي مركو ساسير نكي كلا ورنكي بكوك حي ورنكي بكوك حي سوى لا إله إلا الله ويصون نقضي قصة دي بقى النبي عليه الصلاة والسلام حكوا النبي عليه الصلاة والسلام ما واحد شيء يسوى لا إله إلا الله مية شيء رسولك الله وكوك بهنا ورما واحد شيء يسوى لا إله إلا الله واسد قصة دي أسامة أوكلا رسولك الله دم بدافع له إيه ويدي وكان مسلم النبي عليه الصلاة والسلام ما واحد شيء يقول لا إله إلا الله يريم يدش سيدي بعد نك أيامك دي ودنت ولا حبالي مركي لا حبالي أيا صباح دي واحد أركي ميت كيو بنانك يال حيث راهن حبا بحال باقضي وحبا قضي مر وكلا كو حبالين حباشي بيت دهريين وكو عليين صباح دي واحد أركان يسوي بنانك يال مر صدحال عيدا بيت دجان إلى عليه عاو وضب هل كان كشته وبل مقبر كان واحد كده عيا في ريا هردون بهدو قاضي نمكي ميت كيو بنانك يال صباح دي الأركي النبي عليه الصلاة والسلام بالله شجع وحيري عليه الصلاة والسلام دول كوحة كجرب ويري نين كان ضد كشر بدن بعد دول كجرب ودول كأقبله لكن إلهي سبحانه وتعالى وحي إذن تسي حر ماذا أولي يديك مسلم ديك مسلم كعيار عيار ما كبدا هذا أنت هذا تاجن تهي ديبك وينك عيسي قد يدد ماشي أي مريس على أكتهين مال عدا مدى عيسو وحي إلا تهي دي قاسين إلهي دبس الله إلهي سبحانه وتعالى وحو دبس عضنها عبد بادين كرتاء مهر استاق كرتاء مجرد حكامة الصومالية وحان لانهي قبل داس إيا إهل كيدي وحي رمزي أتهي تصالي وحي أتهي ملايين صومالية لما تقولك هستيدو كجره بي أرنتيدو كاكعيني سا عدالة هلا وحق هلا تحقيقي هلا بارو عدهي كو عداتنا محكمة دايدا هلا كمرسيو عد هر استاقتا يأي جرين إدي هر استاقتا إلهي سبحانه وتعالى إني هر استاقيسو هأوغاتو وعد إلهي لدق على ميسا إدي هر استاقتا ديقة إكران معها ديقة قبر كلية وميشا قد مطين معها ومن لو يسيهي هذا يدي مطين إلهي أون حرستي معها وبقول الله كن أصوم عليه ديقود مقيا إبن رمس قطاي بلوين قطاي لعل إني نقطة ميشي قلبك أصوم عليه كسو مقول الله تعصنا وحليها إلهي سبحانه وتعالى قبل داس يهلك يدد كذا أونيه عدالة الأمام حنا الله بارو النبي عليه الصلاة والسلام مركي لقى الشفاعة قاضي قبل غير قريشة أو حضي
oo gacanta la rabo in laga gooyo oo dadkii uu dad ugu jeclaa u tageen oo Usaama u tagay wuxuu ku yiri atashfa'u fi hadd min hudud illah inta wajigiisu isbedelay nabiga kaleey salaatu wasalaam war ma had ilaahay ayaad doonaysa inaad ka shafaac qaad oo aad hor istaagto saas darteed ayuu ku yiri wallahi wallahi nabigu kaleey salaatu wasalaam kumana khasbanayn inuu baarto لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها عدالة المسلم ساسوي عدالة الإسلام ككتاب كإلهي لين الله يه النقضة وقلبي إنه أخو شوع تاسوي عدالة قفك وين مجر قبل النبي محمد بقول كأنت تقول لها هذه ما أنت واحد الله حاشا لله إن حد لكن وقت صالح سيد صومالي ترى ويش قال دي وهو قصد كوقصه مركز تاسنا فرين تاسا يا نودر يا مذاحد الصومالية وحنا لا يهاي إلهي كبقة أو دحدين إصلاحية نجنا حشودة أو إلهي كحشودة أو دت كأدون كتو كحشودة وحنا دولة نما أهين أو شرف أهين أو مجع نوا أهين أو أدون كنا جو قصرنا هسا ما يننا وحين هوس سميس عدات سميس سنيس إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس قصة نغلة أو علماء يد كتاب كإلهي ككل بحر أو محكمة إلهي إمادة هدادي دان صوم ماها فلا تأس على القوم الفاسقين أي إذن سويسة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين اللهم أصلح حكامنا وحكام المسلمين اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة لك من حجاء من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة